أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في برنامج البحث العلمي، الحلقة الثالثة من برنامجنا. زي ما عملناكم إن شاء الله، إحنا زي ما قلنا في الحلقات الأولى إن إحنا هنعرض على جميع التخصصات العلمية والأدبية الخاصة بزملاء الباحثين بالجامعة. إن شاء الله النهاردة في حلقة مميزة مع الدكتور هيثم السيد إبراهيم، مدرس بقسم الفلسفة بكلية الآداب، والمتواجد حاليا بجامعة لندن لإجراء أبحاث مع بعض الدكتوراه في علم المنطق، وحصل سيادته على درجة الدكتوراه عام 2011 من جامعة ليدز في علم المنطق، وسيادته عضو الجمعية الفلسفية المصرية، وحاليا باحث زائد كلية الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن ببريطانيا. سجلنا مع سيادته حلقة تناولنا فيها أوجه البحث العلمي في مجال دراسته ورأيه في البحث العلمي في مصر وفي جامعة جنوب الوادي بالأخص، وبعض النصائح اللي هيقدمها لنا برضه للارتقاء بالبحث العلمي بالجامعة. هنسيب حضراتكم مع الحوار اللي احنا أجريناه مع الدكتور هيثم ببرنامج سكايب من جامعة لندن، وإن شاء الله نلتقي بعد ما نشوف الحوار. ورجعنا لكم بعد الفاصل مع الدكتور هيثم السيد من جامعة لندن ببريطانيا لمناقشة أوجه البحث العلمي من خلال دراسة سيادته هناك في أبحاث ما بعد الدكتوراه، وحكلمنا شوية عن المنهج الفلسفة اللي هو تخصص حضرته. كنا عرضنا لحضراتكم في المقدمة الموضوع اللي حصل فيه سيادته عن الماجستير والدكتوراه. ازيك يا دكتور هيثم؟ السلام عليكم، ازيك يا دكتور محمود؟ احنا بنرحب بحضرتك في اس في تي في قناة جامعة جنوب الوادي. حضرتك مش غريب عن الجامعة، حضرتك عضو تدريس بكلية الآداب زي ما احنا قلنا في التقرير السابق. كنا عايزين نعرف من حضرتك حاليا متواجد في جامعة لندن، ايه الموضوع اللي حضرتك فيه شغال فيه حاليا في الجامعة هناك، وأهمية الجزء اللي حضرتك بتعمله حاليا التعاون البحثي مع جامعة لندن على جامعة جنوب الوادي أولا وعلى مصر ثانيا. تمام، هو في البداية أنا أحب أرحب بحضرتك وبرحب بالسادة المشاهدين، وأنا الحقيقة سعيد جدا إن أنا موجود معاك في البرنامج الراقي والمحترم خاص بالبحث العلمي، وده سبق جامعة جنوب الوادي، ومعروف عن جامعة جنوب الوادي إن هي دايما سباقة بالأفكار الجريئة والمحترمة. برنامج هادف، وانا مبسوط جدا ان انا موجود معاكم في برنامج النهارده. بالنسبه للبروجكت او المشروع البحثي اللي انا شغال فيه في جامعه لندن، انا موجود حاليا في كليه الدراسات الشرقيه والافريقيه اللي هي ساوس او سكول اوف اورينتال اند افريكان ستادز في يونيفرسيتي اوف لندن او في جامعه لندن. المشروع ده بيتكلم عن او عنوانه towards a logical grammatical approach to Arabic، أو نحو مقاربة نحو منطقية للغة العربية. حقيقة لو عايزين نتكلم بالتفصيل عن المشروع دوت، لازم نتكلم عن البحث أو الدراسة اللي أنا أجريتها في الدكتوراه في جامعة ليدز من 2007 ل 2011، وبقروا علشان نتكلم عن البحث اللي أنا عملته في الدكتوراه لازم نرجع كمان خطوتين لورا واتكلم شويه او اعمل مقدمه عن الشغل اللي انا عملته في الماجستير في مصر في من 2001 ل 2004. ده معنى ان الشغل حضرتك مترابط من الماجستير الى الان. نعم، ان معنى ذلك ان شغل حضرتك مترابط من الماجستير الى الابحاث الحاليه. دي القيمه الحقيقيه للشغل اللي انا بقدمه، واتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان يوفقني فيه، انه هو سلسله متصله من الاعمال او من الانتاج العلمي او من الابحاث بدات من 2001. حصلت في 2004 على درجه الماجستير من قسم الفلسفه في تخصص المنطق الرمزي، وبعد كده سافرت الباشا زي ما حضرتك عارف لجامعه ليدز في بريطانيا، قعدت 4 سنين حصلت على درجه الدكتوراه في 2011، و عودت إلى مصر مارست عملي كعضو تدريس وكباحث أيضا، وبعد كده الحمد لله كان بتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى أولا وأخيرا حصلت على المهمة العلمية لإجراء أبحاث من بعض الدكتوراه في جامعة لندن.
بداية من الماجستير من سنة 2001 كان احلامي حقيقة بعد ما اتخرجت من مرحلة الليسانس إن أنا أبحث في تطبيقات النظريات المنطقية. إحنا عندنا في تخصص داخل قسم الفلسفة اسمه علم المنطق، وداخل علم المنطق في تخصص أدق اسمه المنطق الرمزي أو سيمبوليك لوجيك. ده عبارة عن مجموعة من النظريات المتطورة جدا في علم المنطق، وقوامها عبارة عن مجموعة من الرموز. وكان شغل الشاغل يعني هو استخدام الرموز دي في احنا ممكن نستفيد عمليا او تطبيقيا بتوظيف هذه الرموز في انهي مبحث من مباحث المعرفه، في انهي علم من العلوم. فبعد فتره من الباحث تبين انه هناك علاقه وثيقه جدا ما بين علم المنطق بنظريات متعدده وعلم الكمبيوتر او الكمبيوتر ساينس بفروعه ومجالاته المتنوعه. فكان ده بصراحة كان حافز لي ان انا ادخل واتعمق اكتر، هو هل هناك علاقة بين المنطق كعلم نظري وبين علم الكمبيوتر كعلم تطوري وحيوي، وليه تطبيقات تشمل حياتنا اليومية بشكل مؤثر وبشكل فعال. وده يعني كان دايما من ضمن الحاجات اللي بتضايقنا احنا كطلاب فلسفة، ان دايما بنتهم ان احنا زي اسلافنا عبارة عن مجموعة منعزلة من المفكرين، أفكارنا وإنتاجنا العلمي ليس له أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالواقع. أول ما لقيت إن فيه هناك لينك في رابط في أبليكيشن بيتعامل ما بين النظريات المنطقية وبين علوم الكمبيوتر، حبيت إن أنا أتوجه لدراسة هذا الأمر. وكانت عنوان أو كان عنوان رسالة الماجستير اللي هو منهجية منطق المحمول في علم الذكاء الاصطناعي. خلاص تعلم إنه الـ AI أو الـ Artificial Intelligence أو الذكاء الاصطناعي هو من أعقد ومن أهم ومن أخطر ومن أحدث علوم الكمبيوتر. Predict Logic هي أحد النظريات المؤسسة لعلم المنطق الرمزي. كان مهمتي في رسالة الماجستير إن أنا أبحث في الـ Predict، في الرابط، في العلاقة، في الممر اللي بتمر به النظرية المنطقية اللي عبارة عن كم هائل من الرموز المجردة، إزاي نحولها إلى Computational System، إلى نظام حاسوبي، إلى بروجرام، إلى شيء بنستخدمه في حياتنا اليومية. ويمكن حضرتك تستغرب إن من النظريات المنطقية اللي أنا سميت بدراستها ما يستخدم حالياً في تصنيع غسالات الأطباق. غسالات الأطباق. وما ده بالفعل ده حقيقة، عشان نقرب للسادة المشاهدين إن إحنا لما بنبحث في الأبليكيشنز في التطبيقات بتاعت علم المنطق في مجال علم الكمبيوتر هو مش رفاهية، هو ضرورة عشان نعرف إن إحنا بنبحث في لينك من أخطر اللينكات اللي موجودة على الساحة المعرفية الحالية، إن هو كيف يتم توظيف أو تطبيق النظرية المنطقية عملياً في إنتاج برمجيات حاسوبية. هذه البرمجيات الحاسوبية تعود بالنفع المباشر على الحياة اليومية للمواطن. فزي ما بقول لحضرتك عندنا في الفازي لوجيك أو المنطق الغائم أو المنطق المرن، ده أحد النظريات المنطقية المعاصرة أو المتطورة جدا في مجال علم المنطق، بتستخدم في تصنيع غسالات الأطباق، بتستخدم في التحكم في سرعة القطارات. هناك نماذج كثيرة جدا أنا لا أريد الخوض فيها عشان ننتقل إلى مرحلة الدكتوراه ثم ما أجري الآن من أبحاث، فلا أريد أن أتوقف. يكفي أن أقول أن هناك بالفعل منتجات موجودة في الحياة اليومية ومارسة المواطن العادي هي من تطبيق أو نتيجة لتطبيق بعض النظريات المنطقية من خلال علاقتها بمجال علم الكمبيوتر. ده كان فحوى رسالة الماجستير، إن أنا أبحث في النظرية ومنهجية تطبيقها في علم الكمبيوتر. تطور هذا الامر انه طيب كويس جدا ان احنا عندنا علم من العلوم اللي موجوده داخل قسم الفلسفه ليها تطبيق في اخطر علم من علوم العصر وعلم الكمبيوتر. طيب هل من الممكن، وده الاخطر وده الاهم وده الاكثر احتياجا لينا احنا كعرب وكمسلمين، هل من الممكن توظيف هذه العلاقه بشكل او اخر اللي هو تطبيق النظريات المنطقية في إنتاج برمجيات حاسوبية أو علاقة المنطق بعلم الحاسوب، هل من الممكن بعد ما أثبتنا هذه العلاقة وأدركنا تفاصيلها وأدركنا كيف تنتقل النظرية من طور النظرية إلى طور التطبيق حتى نحصل على منتج حاسوبي، هل من الممكن توظيف هذه العلاقة
في خدمة إحدى قضايانا التي تؤرق حياتنا اليومية وتؤرق واقعنا المعاش؟ كانت الإجابة بنعم، لأن حضرتك تعلم أن هناك فجوة رقمية واسعة جدا بين المجتمع العربي والمجتمع الإسلامي فيما يخص اللغة العربية مقارنة باللغات الطبيعية الأخرى. أقصد باللغات الطبيعية اللغات التي يتحدث بها البشر مثل العربية، الإنجليزية، الفرنسية إلى آخره. لذلك تعلم وكلنا شاهدون أن هناك فجوة شاسعة جدا بين الحضور التكنولوجي للغة العربية وهو المتدني جدا وللأسف مقارنة بالحضور التكنولوجي للغة كاللغة الإنجليزية مثلا. يعني أي تطبيق من التطبيقات سواء على الموبايل سواء على الكمبيوتر سواء لاستخدام الترجمة الفورية سواء حتى في البحث على الإنترنت، حضرتك حطيت اللغتين في مقارنة هتبقى مقارنة ظالمة جدا، لأن الفوز والاكتساح هيكون باللغة الإنجليزية. ما حقيقتي إن مش بس اللغة الإنجليزية هي المتطورة تكنولوجيا، ده في لغات أخرى زي لغة تايلاند. يعني كيف يعني يكون عندنا من الصبر إن يكون لغة زي لغة تايلاند متطورة تكنولوجيا وإحنا في اللغة العربية؟ يعني بتلاقي اللغات اكتر في محركات البحث. نعم بتلاقي اللغات دي اكتر بكتير من اللغه العربيه تطبيقاتها في محركات البحث. بالظبط كده، اللغه الرومانيه الرومانيان لانجويج، لغه اليابان، اللغه الفرنسيه الى اخره من اللغات. فحقيقه حبيت ان ده يكون الامتداد بتاع رساله الماجستير، ان هل من الممكن يعني عمل تطوير او اضافه للغة العربية بحيث انها تخش لبوابة التقدم التكنولوجي والحضور التكنولوجي لتشهد اللغات الاخرى؟ طيب كيف يتم توظيف علاقة المنطق بالكمبيوتر بمعالجة اللغة العربية حاسوبيا؟ كانت الاجابة الحاسمة انه البوابة الذهبية اكرر لعبور اللغة العربية من الوضع المتردي تكنولوجيا الى عالم التطور وعالم التقنيه الحديثه التي تشهد اللغات الاخرى هو المعالجه المنطقيه. عشان ابسط ايه هو المقصود بالمعالجه المنطقيه، احنا كبشر لنا لغه. على سبيل المثال اللغه العربيه، وما كم حرف؟ 28 حرف. اللغه الانجليزيه احد اللغات الطبيعيه ايضا، وما كم حرف؟ عدد الحروف يعني كم؟ 26 حرف. الآلة أيضا الحاسوب الكمبيوتر أيضا له لغة، من خلالها يتم برمجته وتغذيته لكل المعلومات والبيانات التي نريد استرجاعها أو نطلب منه معالجتها. لغة الكمبيوتر بيسموها الباينري سيستم، حضرتك متخصص في مجال ما تعلم هذا. الباينري سيستم هو عبارة عن رقمين أو حرفين، صفر صفر. طيب كان السؤال الذي فرض التحدي أمام الحاسوبين، كيف يتسنى لنا تغذية الحاسوب الذي يتعامل بلغة وامها حرفين اثنين اللي هم الصفر والواحد بمعلومات محتوى في ألفاظ وفي جمل وفي سياقات لغوية للغة وامها 28 حرف؟ كانت الإجابة الحاسمة لحل هذه المعضلة وأن تتحول أو أن يكون هناك لغة وسيطة تستوعب المحتوى الإخباري اللغوي الموجود في أي لغة. أنا لا أتحدث هنا أو حتى الآن عن اللغة العربية، في أي لغة، لأن كانت مشكلة عامة تم حلها في لغات زي ما حضرتك زي ما ذكرت لحضرتك اللغة الإنجليزية والفرنسية واليابانية ولغة الرومانية ولغة تايلاند إلى آخره، لكن لا جاري حلها في اللغة العربية. إيه هو الحل؟ إنه يتم استخدام لغات المنطق الرمزي واللغات الرمزية أو الأقوام الرموز زي ما أنا سبق وأشرت، وتحويل المحتوى الإخباري اللغوي بتاع اللغة العربية إلى مقابل منطقي رمزي عبارة عن أكواد أو ما أشبه بالشفرات يسهل للآلة بعد كده التعامل معها. هيبقى إحنا قادرين بعد كده إن إحنا نبرمج الآلات بتاعتنا باللغة العربية، نحن نترجم من العربية وإلى العربية بأي لغة نشاء، نكون قادرين على التعلم التكنولوجي أو التخاطب أو التحاور ما بين الإنسان العربي وبين الآلة بلغته إلى آخر من التطبيقات الحاسوبية اللي بتمس واقعنا العربي المعاصر.
انا قلت في كلامي انه فعلا العربي والاسلامي ده حقيقي، ده حقيقي بمعنى ان اللغه العربيه ليست حكرا على العرب فقط، تستخدم بشكل ديني من قبل مئات الملايين من البشر. الطريقه الرئيسيه للتعبد واقامه الصلوات وحفظ القران وتلاوته تمارس باللغه العربيه لغير الناطقين بالعربيه زي الباكستان والهنود وحضرتك تعلم. بالظبط. ايضا عندما نستطيع تطوير اللغه العربيه التكنولوجيه من خلال المعالجه المنطقيه لها فنحن نقدم صنيعا طيبا ومعروفا جليلا لاخواننا المسلمين الغير ناطقين باللغه العربيه. برمجيات للغه العربيه لغير الناطقين بالعربيه. فكان ده هو الدافع لاختيار رسالة الدكتوراه تحقيق لها كانت بعنوان تحقيقات فلسفية في إنشائية وصورنة اللغة التحليل المونتاجيوني للمكملات العربية دراسة حال. ما معنى هذا؟ ما معنى هذا؟ التحليل المونتاجيوني يوجد ما يسمى بمونتاجيو جرامر أو نحو مونتاجيو، وعبارة عن نظرية من النظريات المنطقية المعنية بمعالجة اللغات الطبيعية وتحويلها كما أشرت من الصياغة اللغوية إلى المقابل المنطقي الرمزي. ممكن أوقف حضرتك في نقطة هنا؟ أفضل. الموضوع الدكتوراه ده كان خاص ب زي ما أنا فهمت إن هو بدراسة اللغة العربية، أنت عايز تعمل حاجات خاصة بتطبيقات اللغة العربية. تمام. وأنا أعرف إن هو درس في جامعة ليز في بريطانيا. تمام. مش شايف حضرتك وجه في غرابة الموضوع انك تدرس تطبيقات حديثة للغة العربية واتصالها بالحاسوب تبقى لها تطبيقات حديثة في محركات البحث وتدرسها في جامعة ليدز بريطانيا؟ يعني ده سؤال جميل جدا، وانا الحقيقة كنت اشير اليه لانه كان ده احد المعوقات الرئيسية للبحث هنا، والحمد لله رب العالمين، الحمد لله علشان احنا نيتنا كانت يعني توصل اللي ربنا سبحانه وتعالى ان احنا ننتج علم يفيد الناس، وربنا الحمد لله ذلل هذه العقبات وانا اشير اليها واشكرك على السؤال. ارجع ثاني علشان اوضح لحضرتك والساده المشاهدين ايه هو التحليل المونتاجيوني وايه هي المكملات وكيف تم هذا. ان التحليل المونتاجيوني زي ما اشرت انه عباره عن نظريه من النظريات المنطقيه المتطوره انتجها عالم منطقي امريكي في سبعينيات القرن المصري اسمه ريتشارد مونتاجيو، وهذه النظريه اثبتت جدارتها وعملت كانت هي الاساس والسبب الرئيسي وراء التقدم التكنولوجي الرهيب الذي حظيت به اللغه الانجليزيه. تلاها لغة كوريا ولغة اليابان ولغة تايلاند ولغة رومانيا إلى آخره من اللغات. والحمد لله رب العالمين إن رسالة الدكتوراه هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، أول رسالة على مستوى العالم تتناول كيفية تطبيق نحو منتجية النظرية المتطورة دي على لغة أخرى غير اللغات الهند الأوروبية زي اللغة الإنجليزية اللي أساس النظرية اتركب عليها. يعني هو ريتشارد مونتاجيو، وده كان أحد التحديات أيضا في عملية التطبيق. نظرية في حد ذاتها تم تركيبها على خصائص اللغة الإنجليزية. ده تقدر أن أنت تجيب نظرية اتركبت على خصائص هتوظفها أو هتطبقها على لغة تانية من أسرة لغوية مختلفة تماما ذات خصائص تركيبيه ودلاليه مختلفه تماما وتوصل لنتائج كويسه. احد التحديات الكبيره جدا. الحمد لله رب العالمين اخترت عينه من المكملات، والمكملات هي الالفاظ الداله على الكم زي كل او بعض او جزء من او قليل من. دي ظاهره في النحو العربي اسمها ظاهره المكملات، وتبحث مباحث مختلفه في اللغه العربيه زي مباحث التوكيد أو الإضافة أو الصفة. الحمد لله أجريت الأبحاث بتاعتي على أو التطبيق بتاعي على عينة من المكملات العربية. النتائج كانت إيجابية وغير متوقعة،
والحمد لله رب العالمين حصلت على درجه الدكتوراه بجداره من جامعه فيه. ارجع للجزئيه اللي حضرتك اشرت ليها. واسال حضرتك كمان قبل ما تشير اليها برضه، لغه الرساله كانت اللغه الانجليزيه. طبعا اللغه الانجليزيه. والمكملات اللي حضرتك بتقول عليها كل المؤمن وجزء وبعض لازم طبعا بالعربي. بالعربي. فانا استخدمت ثلاث حاجات في الرساله. انا كنت مصر ان يتم معالجه اللغه العربيه باللغه العربيه، بمعنى انه تستخدم الكلمات العربيه بالرسم العربي. الله. كويس؟ علشان احل المشكله اللي حضرتك اشرت اليها استخدمت الانترناشونال ترانسكريبشن، او عارف حضرتك اللي احنا بنسميه باللغه الدارجه الفرانكو اراب، نكتب عربي بحروف انجليزي، او يبقى الكلمه هي بالعربي لكن مكتوبه بالحروف الانجليزيه. ده في البروسيس، ده في السيميتك كمان لانجوج، في اللغات الساميه، ده ليه جدول بتمشي عليه، يعني الحرف ده او الباول ده بتترجمه للحرف المقابل ليه. كويس؟ فاستخدمت الترانسكريبشن علشان اعمل توازن ما بين استخدامي للغه العربيه في صورتها الاساسيه، وفي نفس الوقت اللي هو النون عربي سبيكر اللي هم الغير قارئين للغه العربيه يقدروا يقراوا بالترانسكريبشن الجمله او الكلمه او التحليل اللي انا عامله. في نفس الوقت عملت ثالث حاجه، عملت الفول ترانسليشن او الترجمه الكاملة للجملة أو للعبارة اللي أنا بستخدمها. ده كان عمل مرهق جدا، لأنه لو حضرتك تصفحت أي بحث أو أي رسالة معمولة في الفورمال سيمانتكس أو معمولة على الأرابيك لانجوج أو الأرابيك لينجويستيك هتلاقيه بس بيستخدم الترانسكريبت. أنا كنت مصر إن يتم معالجة اللغة العربية بالحروف اللي بتكتب فيها اللغة العربية، والحمد لله وفقت فيها. كان في تفاهم من لجنة الإشراف طبعا. يعني انا بعد ما خلصت الماجستير كان الموضوع البروبوزال بتاع الدكتوراه جاهز، الحمد لله ربنا اكرمني بالبعثه وتم اختياري للبعثه للحصول على الدكتوراه من الخارج. فبدات ان انا عارف حضرتك من متطلبات السفر ان انت تجيب اكسبتنس من بره. رسلت الجامعه فيه بالبروبوزال ده، رفضوا في البدايه، قالوا ما فيش حد بيشتغل في الموضوعات دي، ما عندناش حد يشرف على رسالة يبقى في جزء منها وجزء أصيل منها خاص باللغة العربية. فقدمت مقترح آخر تم قبوله، سافرت. حضرتك تعلم إن النظام البريطاني في الحصول على الدكتوراه هو عبارة عن 4 سنوات. في السنة الأولانية بتعمل جنرال ريسيرش، عن بحث عام عن أو مجموعة من الأبحاث عن التوبيك اللي أنت جاي عشان تشتغل فيه، وفي نهاية السنة بتقدم المقترح النهائي لخطة الدكتوراه بما فيها فصل كامل مكتوب من هذه الخطة. بيتم تقييمك، نجحت للماجستير، نجحت للدكتوراه، يتعمل لك ديفير أو يعني تأجيل لست شهور، أو يعني لا قدر الله يقول لك خلاص أنت مالكش مكان في الجامعة. فخلال السنة تجدد عندي الاصرار ان انا اعيد تقديم الموضوع تاني، وقلت انا على الارض دلوقتي موجود قدام المشرفين بتوعي احاول اقنعهم بالفكره بتاعتي، لان انا مؤمن ان انا لازم اكمل الخطوه الثانيه بتاعه البحث بتاعي اللي ابتديت بيها في الخطوه الاولانيه في الماجستير، عايز اكملها في الدكتوراه. ده اصرار جميل. عملت المخطط، وبعدين والله يا دكتور محمود الحمد لله، يعني الحمد لله رب العالمين، ده بفضل ربنا سبحانه وتعالى اولا واخيرا. قعدت قبل ما اقدم المقترح اقول ايه اللي ممكن هم يعترضوا عليه. اعترض ان انا هتكلم باللغه العربيه، خلاص هكتب البروبوزال بتاعي ترانسكريبشن واديت اكزامبل على الترانسكريبشن، يبقى خلاص ما عندكوش مشكله ان انتوا هتقروا اللي انا بقوله او اللي انا بحلله باللغه بتاعتكم، وكمان في فول ترانسكريبشن. ده كمان حاجه ثانيه. كويس؟ قلت ان احنا عندنا، احنا انا 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 سكول اوف فلوسفي، يعني قسم فلسفه، هما ممكن من ضمن الاعتراضات ان انا اسجل في الموضوع دوت ان احنا عايزين حد عربي لينجوست، يس، لغه عربي، اصل اسمي العربي. عملت ولقيت ان في يعني من اشهر اللسانيين او المتخصصين في الدراسات اللسانيه العربيه بروفيسور جانيت واتسون في جامعه ستانفورد في مانشستر بعيده خالص عن دي. حطيت اسمها وتقدمت للبروفيسور بتاعي، قعدت اتناقشت معاه،
المدهش في الموضوع انه معجب جدا 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 بالفكر وتحسس ليه كويس، وقال لي يعني اللي باين ان احنا نعمل اجريمنت، نعمل اتفاقيه، ودي هيثم لاول مره في تاريخ جامعه ليدز هتتعمل ان احنا اتفاقيه ما بين جامعه ليدز وبين حد تاني خارج الجامعه علشان يبقى كوسوبرفايزر او مشرف مشارك. ممكن يكون الامر ده عندنا في الجامعات المصريه عادي، لكن هنا غريب يعني احنا مفروض ان احنا عندنا كل حاجه ان احنا نطلع بره. الموضوع بتاعك ذا طبيعه خاصه محتاج ان احنا نعمل اشراف مشترك مع حد من بره. رحت قابلت البروفيسور جانيت واتسون، حمست ايضا الموضوع، ادت رغبتها في الاشراف، عملت اتفاقيه من جامعه ليدز وجامعه ستانفورد، وبدانا في رحله البحث. وزي ما قلت لحضرتك الحمد لله كان اثناء السنوات الثلاثه كان في نتائج مبشره، والحمد لله رب العالمين اكرمنا ربنا وقدرنا ان احنا نحصل على يعني البوادر الاولى لمعالجه منطقيه حقيقيه متطوره للغه العربيه تؤهلنا باذن الله تعالى ان احنا نحصل على معالجه حشويه حتى نصل ونرقى باللغه العربيه من الوضع الراهن الى مصاف اللغات الطبيعيه المتطوره زي الانجليزيه وغيرها. اللي انا جاي اعمله هنا هو امتداد ده. ممكن قبل ما حضرتك نبدا في الجزء اللي حضرتك بتعمله نقف نقطة بس عند موضوع الدكتوراه. أنا هتكلم بالتفصيل. أنا لازم آخد من دكتور هيثم بقى الثمرة بتاعة الشغل ده والإصرار من الباحث المصري إن يبقى عنده نقطة بحثية ويصر إن هو ينفذها في دولة غير ناطقة باللغة العربية، ومش مجبرين هم يساعدوه في دراسات خاصة بلغته وإن هي تبقى منتشرة في محركات البحث. ممكن يرفضوا لان ده مش عائد عليهم بمردود، عائد فقط على الدوله اللي حضرتك جاي منها او التخصص اللي حضرتك فيه او اللغه اللي هي تخصك. انا عايز طب الاصرار اللي كان موجود جوه حضرتك ده ازاي ننقله لشباب الباحثين حاليا؟ لو انا عندي موضوع بحثي عايز اشتغله والامكانيات بالنسبه لي بسيطه، فازاي انا يكون عندي نقطه في شغلي واصر على تنفيذها سواء هنفذها هنا او هسافر بره؟ انا عايز حضرتك بعد الدكتوراه ورجوع حضرتك، اديت حضرتك فتره هنا كويسه، وصلت ازاي الاصرار اللي حضرتك كنت فيه لشباب الباحثين عند حضرتك في القسم على مستوى الكليه على مستوى الجامعه من خلال احتكاك حضرتك بعد العوده بالباحثين مش في جامعه جنوب الوادي فقط لكن على مستوى الجامعات المصريه عموما؟ هو يعني الحقيقه انا مش تجامل، لكن الجين المصري مش انا كشخص، احنا كمصريين حته الاصرار دي جزء اساسي في الشخصيه المصريه. لما بنؤمن بشيء، لما بنؤمن بقضيه، لما بنؤمن بفكره، بنصر ان احنا نخوض اي عقبات او نذلل اي عقبات ونخوض المعركه حتى في النهايه. ده انا لمسته في مجموعه من شباب الباحثين اللي شرف كبير ليا ان انا بشرف على رسائلهم. حقيقه كل واحد منهم قعد تحت الاختبار تحت ملاحظتي اكثر من عام. كان هناك عقبات، كان هناك خلفيه غير موجوده، كان هناك ماده علميه غير متوفره الى اخره من العقبات اللي كانت بتقابلني واكيد قابلت حضرتك وبتقابل غيرنا وغيرنا وغيرنا. اصروا على الاستمرار في البحث، اصر على التعلم، اصر على يعني سد الثغرات اللي موجوده فيهم في تكوينهم كباحثين حتى وصلوا لمرحله التسجيل وحاليا شغالين في الرسائل دي. اللي انا عايز اقوله باختصار انه ايمانك بالقضيه اللي انت بتبحث فيها، ايمانك بقيمه والتداعيات بتاعت البحث اللي انت هتقدمه، يعني ايه تداعيات؟ يعني مين اللي هيستفيد؟ ايه المفرق؟ ايه اللي احنا هنطلع بيه من البحث دوت؟ قد ايه بلدنا؟ قد ايه اهلنا وشعبنا محتاجين حد يتولى البحث في هذه المشكلات؟ قراءتك والمامك بكل التطورات المحيطه حواليك وقد ايه احنا او فين احنا من الخريطه البحثيه في الجزء ده؟ كل ده بيبقى دوافع ومحفزات ان انت تكمل الموضوع بتاعك طالما ان انت مؤمن بيه وحاسس انه هيضيف شيء جديد. وانا الحقيقه يعني انا
كنت بقول ده لنفسي وبقوله للباحثين اللي شغالين معايا، انه حاول يبقى ليك انت البصمه الخاصه بالظبط، ما تكونش اسم فلسطين. وان قدر ليك، وحتى بقول لهم بنفس اللفظ، ان قدر ليك ان انت تكون اسم فلسطين، يبقى على الاقل انت لازم تكون اول واحد في فلسطين. بالظبط. بمعنى انه عندنا عشرات بل مئات بيشتغلوا في تخصصات الكيمياء، الفيزياء، الاحياء، الجغرافيا، التاريخ، الادب، الفلسفه الى اخره. عندنا عشرات الباحثين. كويس؟ ان قدر ليك ان انت يعني ما يبقاش ليك شيء مبتكر، بصمه خاصه ليك، او عندما يذكر هذا الموضوع يذكر اسم باحث معين او مجموعه من الباحثين، لو انت ما قدرتش ان انت تعمل دوت مرحله الماجستير، قدرت تعمله الدكتوراه ماشي، ما بعد الدكتوراه ماشي، بس يعني يبقى حظك كويس لو انت قدرت ان تتاسسه من الماجستير وتمشي في خطواتك البحثيه في عمرك البحث كله او تاريخك البحث كله. ما قدرتش، على الاقل الفيلد اللي انت تشتغل فيه تبقى انت نمبر 1 فيه. بالظبط. ما تبقاش انت في اخر القائمه او في اخر الليست. اللي انا عايز اكده بالصراحه ان ده في الاول وفي الاخر ما هو الا توفيق من عند ربنا سبحانه. بالظبط بالظبط. لا لا طب بس لا، طبعا توفيق ربنا ما بيجيش مع اي حد ما عندوش اصرار، ما عندوش طموح انه يعمل حاجه كويسه. يا عبد وانا انت معاك. بالظبط كده، ده المثال البسيط يعني. خليني برضو انا مش عايز اسيب نقطه الدكتوراه، لان طبعا وجود حضرتك في جامعه ليت وكمصري موجود هناك بيبقى فيه، احنا عارفين المبعوث ما بيروحش فقط بس للحصول على درجه الدكتوراه، بيبقى فيه حاجه اسمها تبادل ثقافي او نشر ثقافه تخصك واكتساب ثقافة انت اوريدي موجود فيها وعشت فيها 4 سنين. فانا عايز يعني تديني مثلا حوار حصل بين هيئة الاشراف والدكتور هيثم في اخر ال4 سنين، كانت الفكرة ايه بعد ما حضرتك انجزت البحث في الموضوع ده وكانت النهاية وحصول على درجة الدكتوراه؟ اكيد بيبقى لهم انطباع، حتى بيبان في، لو ما قالهوش، لو هو ما عبرش عليه بالكلام اكيد بيبان على وشه ان بعد فاتت 4 سنين من وجود باحث مصري حصل على درجه دكتوراه في موضوع زي ده بعد اصرار رهيب. فانا عايز الحته دي برضو بتنقل لشباب الباحثين عندنا، احنا يعني كمصريين لما بنطلع بره بيبقى وضعنا ايه بالظبط؟ هو يعني في جزء من حضرتك زي ما انا فهمت السؤال، في جزئين، جزء واحد، الجزء الاولاني وعمليه النقل التبادل الثقافي. يعني انا الحمد لله رب العالمين يعني شرفت، انت تعرف ان احنا في كل جامعه من الجامعات البريطانيه في اتحاد للدارسين بالظبط. انا كان لي الشرف ان انا اكون سكرتير عام لاتحاد الدارسين المصريين في جامعه ليت في سنه من السنوات، وكنا مشاركين مع بعض طوال ال4 سنوات في تقديم خدمات ثقافيه ورعايه للمدرسين المصريين في حاجه كان يسموه الإيجيبشن داي أو اليوم المصري. وحتى لما كانت الثورة موجودة كنا بنشارك مع ناس بريطانيين وإحنا كمصريين وناس عرب في التعبير أيضا عن توجهاتنا السياسية وعن مشاركتنا اللي كنا في تحرير ثورة 25. ده من ناحية إن إحنا نقلنا ثقافتنا، لا الحمد لله نقلنا ثقافتنا، والإيجيبشن سوسايتي أو الاتحاد الدارسين المصريين في جامعة ليت من أهم الاتحادات الطلابية الموجودة في مصر. وإحنا كان حتى من أحد زملائنا هو رئيس اتحاد الدارسين المصريين بالمملكة المتحدة وأيرلندا على مدار 4 سنين. ما شاء الله. ده إيه الاتحاد عندنا كان في ليت كان اتحاد قوي. الجزء الثاني اللي أنا فهمت من قول حضرتك إنه إحنا مفروض، ودي نصيحة يعني اتمنى ان اخواننا يتقبلوها من اخ ليهم اللي هم لسه مبعوثين او لسه في طريقهم للابتعاث الى دوله، انه حط اجنده، ما يكونش هدف الاجنده دي بس ان انت تركز على الدراسه اللي انت رايح تجريها، ان انت تاخد ماجستير او تاخد دكتوراه وبس كده. لا، انا كان من ضمن الاجنده بتاعتي ان انا احصل على درجه الدكتوراه. كان من ضمن الاجنده بتاعتي ان انا اعرف السيستم بتاع التدريس. انا المفروض ان انا لما ارجع انا ادرس. بالظبط. انا دخلت محاضرات وقعدت في وسط الطلب علشان اشوف ليه الطلب بيدي الليكتشر بتاعته ازاي. التيوتر بيدي
بيعمل الشغل بتاعه ازاي، في اداره الاستمارات، حتى العمل المكتبي والسكرتاري بيتم ازاي. ده كان مهم جدا، كنت بدون الملاحظات دي في الاجنده بتاعي عشان لما ارجع وحد يسالني والله احنا عندنا مشكله في الجزء الفلاني، ايه اللي كان موجود عندكم او كان السيستم، يبقى عندي الاجابه. مش مجرد ان انا كنت حاصر نفسي في الاربع سنين ان انا بس اخد رساله الدكتوراه واعمل. في حاجه ثانيه اسمها البروفيشناليزيشن، مجموعه من الدورات الاحترافيه في تخصصك، مش بس في تخصصك، في بنيانك كباحث اكاديمي. يعني ازاي تنظم فعاليه زي مثلا مؤتمر، ازاي توجيه بابليك، يعني ازاي ان انت تنشر كويس. يعني حتى من ضمن الدورات المميزه اللي الحمد لله انا حضرتها حاجه، دوره بعنوان بابليش اور داي، يا تنشر يا تموت. يعني انت حياتك مرتبطه، ده بتاع ده اللي احنا بنلمسه. وحضرتك احنا كباحثين اذا ما كانش الانتاج العلمي ينشر يبقى هو في حكم الميت، بس بالتالي لازم في حكم الميت. صحيح. فهو كان عنوان السيشن بابليش اور داي، ده كان مجموعه من الدورات الاحترافيه. ايضا اكتساب اللغه، يعني احنا كلنا من عامه الشعب المصري خريجين مدارس حكوميه، ما درسناش الانجليزي الا في المرحله الاعداديه، درسنا لماما في الجامعه، فوجئنا ان احنا مطالبين ان احنا نطلع بعثه وهنكتب رسائل بالانجلش. حتى الكونفرزيشن على مستوى الحياه اليوميه مختلفه تماما، وحضرتك تعلم هذا، عن اللي احنا بندرسه في الجامعه او في المحاضرات الدوليه. فكان ايضا احد التحديات ان اعرف الانجلش اكاديميك رايتنج، طريقه الكتابه الاكاديميه باللغه الانجليزيه، والحمد لله ده انعكس على بعض الابحاث اللي انا اجريتها وكتبتها باللغه الانجليزيه، والحمد لله ربنا وفقني وحصلت على المركز الاول في احد المؤتمرات الدوليه. الموقف اللي حضرتك عايزه او بتسالني عليه الانطباع في النهايه، المشرف كان دايما حاطط مسافه بيني وبينه، هو فريندلي جدا لكن دايما بيتعامل لان انا مشرف وانت في الاستاذ كويس، وده كان بسيط، ما كانش مضايقني في حاجه طالما ان انا بستفيد منه، وما كانش بيدخل عني، يعني بيديني كل طاقته وكل معلوماته وكل الوقت اللي انا بطلبه وبطلبه، كل شيء كان بيساعدني. والحقيقه انا ممتن بيه جدا جدا جدا، بروفيسور جون بايبر المشرف الرئيسي على السلف طب الطب. انت عارف ان الكالتشر هنا مختلف عن الكالتشر عندنا في مصر، الثقافه البريطانيه مختلفه عن الثقافه المصريه، بمعنى انه احنا لما ما بشوفش الدكتور محمود من فتره، اول ما بقابله بسلم عليه وبقول من هنا لازم اعبر له كويس، يعني نقعد ربع ساعه ازيك عامل ايه وحشني انت فين الكلام ده كله. ده بس ثقافتنا احنا العربيه او المصريه. هنا لا، يعني هو لو قال لك هاي من بعيد يبقى ده يعني كده معناه انه بيعزك كويس. لكن كون ان انا بعد ما اخلص الماجستير، اسف، بعد ما اخلص مناقشه الدكتوراه، هو وانت بتناقش الدكتوراه مش زي عندنا في مصر الماجستير والدكتوراه تبقى عباره عن احتفاليه والاهل موجودين و و و لا، هو هنا الستودنت بس الطالب بس اللي موجود في غرفه المناقشين، واحد من خارج الجامعه واحد من جوه الجامعه. المشرف ده جميل يعني في الموضوع، المشرف باختيارك انت اذا كان يحضر ولا ما يحضرش. فهو بيقول لي يعني انا علشان ما اسببلكش توتر تبقى انت متوتر عشان انا قاعد معاك في الفايبا او في المناقشه الدكتوراه. قول لا بالعكس، يعني ده شيء يسعدني حضرتك عشان تشوف يعني نتيجه تعبك معايا الاربع سنين، يعني فاتمنى ان اكون عند حسن الظن. دخلنا احنا مع بعض، هو عزمنا على كوفي الاول على قهوه عنده، قال لي ايه ده ما تتوترش كده، وده على غير المعتاد، وده الانطباع اللي الشغل اللي احنا عملناه معاه. فده انعكس في النهايه ان احنا خلاص بقى مش لازم بقى ان انا اشد واتنشن، ان خلاص الراجل هيناقش، فالمفروض اذا كنت انا بحبه فعلا فاظهر له قد ايه انا بحبه. فعزمني على كوفي عنده في المكتب، قال لي خلاص الميعاد علشان نخش المناقشه. دخلنا قعد اختبار، وبعدين بعد ما خرجت لقيت ان سعيد جدا، انا انت اديت المناقشه بشكل كويس جدا،
ويعني حسيت والله يا دكتور محمود انه كميه القلق والتوتر اللي عنده ما تقلش كانت عن اللي عنده. يعني احنا ما نعرفش النتيجه ايه بقى، يعني هو خلاص انت عارف ان هم مبتسمين طول الوقت، سواء الابتسام دوت وراه حاجه وحشه وراه حاجه كويسه، انت عارف الايه السمايل اللي موجود على الوش. خرجنا وبعد حوالي ربع ساعه عفوا ندعوا علينا تاني، فدخلنا غرفه المناقشه تاني، وبعدين بيلقى الطقم واحنا واقفين، وهو كان جنبي البروفيسور جين دايفر، فقالوا هيثم انت حصلت على درجه الدكتوراه وكملوا بقيه الطقم. لقيت البروفيسور بتاعي اللي هو كان دايما عامل حاجز بياخدني بالحضن كان بالظبط والدي او اخويا الكبير او حد من قرايبي او حد من اهلي، بكل فرحه بكل حب بكل حنيه، ويطبطب عليا ويقول لي برافو عليك كويس و و يعني ده من اللحظات بصراحه السعيده جدا في حياتي اللي انا ما قدرتش ان انا انساها. الطريق في الموضوع احنا بعد ما خرجنا من غرفه المناقشه ومشيت في الكوريدور، لقيته وقف تاني واخدني بالحضن، قال لي انا سعيد جدا ان يعني لان الموضوع ما كانش سهل بالظبط، النتائج دي كانت ريسكي، يعني كانت مغامره ومخاطره ان انت تحط مستقبلك وحصولك على الدكتوراه في كفه، وان انت تنتج شغل او تعمل تطبيق ما نعرفش اذا كان هيبقى بوزيتيف او نيجاتيف. الحمد لله انه طلع. اعتقد ان لحد دلوقتي لو حضرتك هو حد طلب منه اكسبتنس ليتر حد مصري ما اعتقدش انه هيرفض، لان هو الصوره اللي وصلت ان الباحث المصري ده عنده اصرار عنده رغبه على النجاح. قالوا ان لازم قبل ما يمشي يسيب انطباع علشان اخوك او اختك اللي هيجوا في نفس المكان لما انت تكون كويس هتدي انطباع ان اي حد هيجي بعد منك برضه هيعاملوه بنفس المعامله اللي انت كنت بتتعامل، على عكس ما هتبقى انت يعني مش منضبط لما بتقوم التكليفات اللي عليك، متعب، بتتكلم معاه بشكل مش كويس، حافظ على مواعيدك، مالكش نشاط، فبالتالي اقول لك لا 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 ده زي اللي كان عندي فانا مش عارف. فانت المشكله انت ما بتعملش مشكله لنفسك انت بس، لا طبعا بتبقى مستمره الناس اللي هم لان انت في النهايه بتمثل مصر، مش بتمثل فقط الشخص الدكتور هيثم. هندخل بقى في حضرتك حاليا في جامعه لندن، وده طبعا شرف لمصر كلها وجامعه جنوب الوادي بالاخص. الشغل بقى اللي بتعمله حضرتك عندك حاليا ومردوده على طلبه البحث اللي موجودين معاك في الاشراف حاليا في الجامعه، وبعد العوده طبعا اذا كان في هيبقى في اتفاقيه تعاون مع جامعه الحركه موجود فيها جامعه لندن، تبادل ثقافي بين جامعه جنوب الوادي وجامعه لندن، ممكن يبقى في استضافه لبعض الاساتذه اللي موجودين في تخصص يجي يزور الجامعه، مقترح يتعمل مثلا ورشه عمل دوليه نستضيف فيها برضو مجموعه من الاساتذه في هذا التخصص، مؤتمر دولي في علم الفلسفه او علم المنطق. كل دي افكار احنا يعني نحب برضو ان جامعه جنوب الوادي يبقى لها اتفاقيات مفعله مع بعض الجامعات في بريطانيا. نحب ده بكتير كمان ونتمنى انه يحصل، يعني ده عشان يحصل محتاج فند كبير جدا زي ما حضرتك عارف، يعني نتمنى ان احنا كان في اعلان نيوتن المشرفه من فتره واعتقد هينزل مره ثانيه، ده بيدعم ده طبعا مع بريطانيا بالاخص، وبعض الزملاء خدوا منه تمويل، ده بيدعم اقامه ورش عمل وتعاون بحثي مع اي جامعه في بريطانيا، فدي فرص للتمويل. المهم ان يبقى الفكره موجوده ويبقى في النواه بتاعتها، لكن مصادر التمويل ان شاء الله باذن الله نقدر نوفرها. الفكره ان شاء الله موجوده، وباذن الله باذن الله تعالى الاصرار على تنفيذها ايضا موجود. التمويل انا متفق مع حضرتك ان هو التمويل والتعاون ده امر ممكن تدريسه. لكن انا اذا كنا هنتكلم عن سؤال حضرتك ايه هو الشغل بتاعي؟ بص دكتوراه الريسيرش او البحث ما بعد الدكتوراه ده هو امتداد للماجستير ثم الدكتوراه ثم ابحاث ما بعد الدكتوراه.
انا كان يشغلني جدا بعد ما حصلت على درجه الدكتوراه، بعد النتائج المبشره والايجابيه للتطبيق اللي انا ادريته على معالجه اللغه العربيه منطقيا، كان بيؤرقني او بيشغل بالي ويصر على استمرار في هذا الامر، ان احنا يبقى عندنا نحن العرب نظري منطقي او مقاربه نحو منطقي خاصه بخصائص اللغه العربيه، نستطيع باستخدامها تحويل اللغة العربية بكافة ظواهرها اللغوية من المحتوى الإخباري اللغوي إلى المقابل المنطقي. هل هناك عقبات؟ نعم هناك عقبات. هل هناك محدودية؟ يعني النظرية المنطقية اللي بتطبق في اللغات الأخرى لو جينا نطبقها على اللغة العربية هل لها حدود؟ آه لها حدود. أهمية البحث اللي احنا اللي انا بجريه هنا في جامعة لندن، انه ما هي تحديد العقبات التي تواجه اللغة العربية سواء بفضل او بسبب خصائصها اللغوية المختلفة عن اللغات الطبيعية الاخرى. ان احنا بنتكلم عن اللغات السامية، ودي أسرة اللغات السامية او اللغات السامية مختلفة تركيبا ودلالة إلى حد ما عن أسرة اللغات الهند أوروبية زي الإنجليزية والروسية مثلا أو اللغة. علشان نطور نظرية نحو منطقية، نظرية تهتم بمعالجة الظواهر اللغوية باستخدام المنطق، بنسميها نظرية نحو منطقي. علشان نطور ده ايه هي العقبات؟ لازم نكون واضحين جدا في تحديد هذه العقبات سواء بسبب الخصائص اللغوية الخاصة باللغة العربية او بمحدودية النظريات المنطقية القائمة حاليا، وهل يمكن عمل كومبنيشن توليفة من النظريات المنطقية الراهنة اللي اقدر اتجنب بيها المساوئ او الاخطاء او المحدودية اللي موجودة في لغتهم واضيف عليها واطور في خصائص ما يتناسب مع خصائص اللغة العربية. البحث معني في الجزئية دي رسم خريطة للمعالجة المنطقية للغة العربية، تحديد اين نحن، لماذا نتعثر، ما هي الحلول المقترحة في اللغات الاخرى، كيف يتم الاستفادة من هذه الحلول المقترحة والتطبيق على اللغة العربية، إلى أي حد يمكن أن نجح. ده بعض التساؤلات العامة اللي بيدور حواليها البحث. إذا كان سؤال حضرتك زي ما تفضلت قلت إنه هي جامعة جنوب الوادي هتستفيد في الموضوع ده، مصر هتستفيد في الموضوع ده. انا اعمم السؤال بتاع حضرتك ان الاستفاده مش بس هتكون من البحث اللي انا بوجهه حاليا في جامعه، الاستفاده هتكون من الجنرال ابروتش. الحمد لله من فضل الله سبحانه وتعالى ان قسم الفلسفه في كليه الاداب دكتور سباق له بصمه في مجال علم المنطق في العالم العربي، ان احنا اول ناس نتكلم فيه المنطق التطبيقي، كيف يتم تطبيق النظريات المنطقية في علم الحاسوب، وكيف يتم معالجة اللغة العربية منطقيا أو توفيقا لمعالجتها حاسوبيا. هذا الأبروتش، هذه المقاربة، هذا الاتجاه يحسب إلى كلية قسم الفلسفة في كلية الآداب دقنة بجامعة جنوب. ورجعنا لكم تاني بعد ما استمتعنا بالجزء الأول من حوارنا اللي أجريناه مع الدكتور عاصم السيد من جامعة لندن. إن شاء الله هنكمل باقي الحوار والجزء الثاني في حلقتنا القادمة من برنامج البحث العلمي يوم السبت القادم. انتظرونا للاستمتاع بالحوار في علم المنطق والحوار الشيق مع الدكتور هيثم السيد من جامعة لندن، ونشوفكم على خير في الحلقة القادمة إن شاء الله.